كرة القدم الجزائرية منذ بدايتها عام 1963، ولكنها في الواقع الأكثر شعبية وإثارة في الميادين، لأن جميع الأندية محترفة أو هواة يمكنها المشاركة والوصول إلى أبعد الأدوار. فريقا وفاق سطيف واتحاد العاصمة هما الأكثر تتويجا بالسيدة الكأس برصيد 7 كؤوس، تليهما مولودية الجزائر ب6 ألقاب، والمرتبة الثالثة لصاحبة النسخة الأخيرة شبيبة القبائل الذي أضاف الكأس الخامس لرصيده. ترى ما هو سر عشق هذا اللقب من جميع الأطراف؟ سؤال طرحناه في البداية على بعض المدربين. هي صراحة الفرحة نتاع الكأس ما أحسن من الفرحة نتاع البطولة، لأن الفرحة نتاع الكأس سبق لي أن فزت بكأسين، كأس سوبر كوب مع شبيبة القبائل وكأس الجزائر مع اتحاد العاصمة، يعني الفرحة في يومها. الجمهور معمر الميدان، نقولوا في اليوم هذاك تحتفل باللي فزت به. قابلت الكأس حلوة وعندها واحد النكهة، وحتى المناصر يحبها، وخاصة في سطيف دوك عاد ولات يعني عادة ومن تقاليد الولاية، وخاصة من أنصارنا يحبوا هذه الكأس لأنها يعني فيها مفاجآت كبيرة، خاصة يعني والأمثلة كثيرة أنه فرق في القسم الوطني الأول تخسر مع يعني فرق من أقسام الدنيا، وهذا هو يمثل حلاوة الكأس وتخلي وتعطي فرصة أيضا للفرق الدنيا باه تكشف روحها وباه يشوفوها الناس، وهذه فرصة يعني لكل الفرق. يعني الكأس عنده طبع وحده، لأنه فيها يقول لك عندها الفيرفور تاع لي سبورتير، عندها المنظومه، عندها يعني حيويه، عندها دوق وحده. وكيف يعيش اللاعبون حكاياتهم مع مغامره الكاس؟ الكاس كما يقول لك صح عندها طعم خاص، شغل تلعب دون زان ماتش شغل اللي تمد فيه افون ايتو باش شغل ما تليمينا شي تو كلش. بالنسبه لها هكذا لا كوب هذا كيما يقول لك لي ماتش تاعها سيدي، باسكو اللي خسر يتليمينا، باسكو الكاس ما فيهاش ان كرون كلوب وان بيتي كلوب. الكاس تلعب ماتش واحد، ما تخسر تما تخسر تخرج، ولا تربح تكمل. ميم بور ديكيب ميم بور كلوب يطمع يقول لك انا مد كامل واش عندي، ميم كلوب من تحتها. من اللاعبين ايضا من عاشوا لحظات التتويج، كيف كان احساسهم؟ كنت ضجيج يعني كيما نقولوا تلعب لا فينال، يعني تبدل تبان يعني عندها طعم يعني ما تكونش تستنى فيه، يعني الجمهور هذاك تلقى الجمهور يوجد للنهائي. ما يخفالكش باللي كاس الجمهوريه يحضر فيها رئيس الجمهورية، يحضر فيها الجمهور غفير، تكون مباراة قوية، تكون نهائي، والنهائي تلعبوا تنجم تلعبوا في خطرة في حياتك، تنجم كاين دي جوال ما لحقوش كاع للنهائي. أنا بار إكسبيريونس وبالنسبة لي طعم الكأس طعم كبير بزاف. هي شوف كأس الجمهورية الحلاوة تاعها والطعم تاعها يجي بمقابلة وراء مقابلة، كل ما تقدم في المقابلات في الأدوار تاع النصف النهائي تبدا هذاك الطعم يجي، ويجي الأمل هذاك باش تفوز بالكأس، وعندها طعم قبل وبعد التتويج بها. قبل أنا نقولوا أنك تتوج بتنشيط هذه المقابلة، أنه أنصار كل معك وكل المحبين وكل الزملاء وكل العائلة يكونوا سند لك، ومن بعد التتويج الناس كل تفرح معك، سواء الأنصار ولا العائلة ولا الناس اللي يحبوك، يكون طعم خاص. كيف تعيش الجماهير أجواء مباريات الكأس والتنقلات مع فرقهم؟ باسكو الكأس فيها شرم، فيها فرحة، يعني خرب من البطولة. يما اشتاوها دائما الواحد الإنسان كما يقولوا يفرح بهم. إيه لا كوب دالجيري من بكري والفرق تلعب عليها. جا عندنا سي كوب دالجيري. سمع عندها سبعة. سمع عندنا شرم كبير. وشرم يعني ما عنده حتى يعني طعم كيما الشامبيون، ما لقيت شامبيون مليحة بصح لا كوب وحدها. كاين شوية زهر بصح ماشي بزاف. على كل حال اللي عنده ايكيب يربح، ماكاش منها الزهر هذي. مين دا تحلق في ستادك صح ما عندهش ايكيب، صار في بليك يقول يدير لابريسيون يدير دا تربح الماتش. جيني احنا الكأس احنا تقدر تقول عندنا معها قصة تاع ألف ليلة وليلة. هكذا احنا لا كوب خالق عندنا معها تاريخ. ديجا أول كأس جمهورية في الجزائر داه وفاق سطيف. المهم أن سيدة الكأس تختار أميرها والجمهور الجزائري على موعد مع مغامرات جديدة. هل ستنتهي بمفاجآت جديدة؟
إذن هذا السؤال اللي يبقى مطروح، هل ستكون مفاجآت هذا الموسم مع السيد الكأس حفيظ بلا ما تقول لي الفريق اللي تناصره أنت؟ الفريق اللي تناصره تحبه كي يدي لاكوب ولا شامبيونا بلا ما تسمي الفريق؟ لاكوب، لاكوب خير، سيتون شارمونت دام. لاكوب عندها نكهة خاصة بشهادة الجميع، أعتقد بأنه خاصة لما تربحها في النهائي. وضيف إلى ذلك أنه كنت أتكلم مع حكيم، تعرف اللي يدي الكأس في الجزائر عنده نصيب من المال، مكافأة أكبر من مكافأة البطولة. البطولة يعطيوك 10 ملايين دينار، والكأس توصل 3-4 ملايين دينار لما تدخل فيها المكافأة تاع الرئاسة وتاع يعني المعلق الرياضي لما يعلق على كأس الجمهورية تكون عنده شحنة زايدة في تعليق. عندها طابع خاص، عندها طابع خاص. أنا تحسيت لها في كل مرة علقت على حوالي 15 ولا 16 نهائي تاع كأس الجمهورية، أتصور بأنه حتى الاستعداد تاعك للمباراة النهائية يكون مختلف عن استعدادك لأي مباراة أخرى. وأزيد عندنا الظهر أنه إلا مرة ولا اثنين أنا علقت على مباريات نهائيات اللي كان مستوى النهائي شوية، ما عدا ذلك دائما يكون مليح حتى فقط. ولو كان فريق من درجة أولى وفريق بنيتول، ما شفت بنيتول لما وصلوا للفريق النهائي كان نهائي، يعني تحس بأنه مباراة عندها ميزة خاصة. سا بارتيكولاريتي ما زالت موجودة في في عند الأنصار، عند المسيرين، عند اللاعبين، لذلك بقات محافظة على النكهة تاعها. عبد الحكيم سرار، أنت من الرؤساء القلال في الجزائر اللي توجوا بالكأس كلاعب وتوجت بالكأس كرئيس نادي، يعني ما هي نشوة الكأس اللي تعيشها لما تلعب كأس الجمهورية؟ هو كأس الجمهورية هو منفذ لكل الأندية هذه الأولى، لأن الناس تجي تمشي وراه، لأن في خمس مباريات تقدر تاخذ لقب. يعني على بارتي دوك بانيتور في ورقلة في عمق الجزائر دخلوا التاريخ، نرس لاكوب دالجيري ولي نعرفوا الفريق هذا، نعرفوا الفريق هذا، وجا الخمسة جويلية وخضى كاس الجمهورية ولعب كاس افريقيا بفضل كاس الجمهورية. هي تصوفي بها العام تاعك لاكوب دالجيري، تقدر الفريق يلعب من اجل النزول، وكثير صارت الملاح تحسن دايم مرة خضوا الكاس ونزلوا. ديانسي خضت الكاس ونزلت لدار دونك الشرم تاعها زيد فيها رئيس جمهوريه، فيها اموال، اذا ما تكلمنا على الاحتراف فيها اموال اكثر من الدوري حتى الجزائري. من ناحيه سبونسورينغ يعني في تهافت لمؤسسات باش تراعك في النهائي، يا كل شيء مد بصح حنا سي سبونسوريزي بار نجمونا بلي لو شوا دركا دونك حنا كانديان نجي نديو حنا ونيغوسي بار بروكيراسيون دونك بالوكاله سي بون. خديس، يعني هل هذا العام مادام نقدر نقول البطولة يعني بقى الأمل بسيط، يعني الكأس الجمهورية هل تقدر تسوفي كما قال سرار تسوفي لا سيزون بلا كوب دالجيري؟ صحيح تقدر تسوفي لا سيزون، ال دون لوبورتونيتي على طول الموند، دونك الكأس الجمهورية هي اللي تخير، ما كاش فريق كبير ولا فريق صغير، فيها زهر شوية، فيها بزاف زهر ماشي شوية. شفنا ماشي غير في الجزائر، بارتو دون الموند وين فرق صغار، حتى في البطولة الفرنسية من شفنا كالي سي دي كلوب اماتور لي لو بودجي بالك يسوا ان سول جوور تاع سطيف ولا تاع الاتحاد العاصمة لحقوا فينال دونك جو بونس كو سي لا دام كوب دون لوبورتونيتي تاع الموند. حنا ما نقدروش نقولوا نديروها اوبجيكتيف باسكو ما نقدروش نديروا لا كوب دالجيري ان اوبجيكتيف وين تو لي كلوب شغل لي سو دون افون. صعيبه شويه البدايه نتاعكم هذا العام على كوب دالجيري، راح تلعبوا في الخروب ومن بعد اذا كان فزتوا راح تستقبلوا العلمه. ايوه دونك كاس الجمهوريه ال دون تاني لوبورتونيتي دو جون جوور دو سو فير فوار باسكو كان ماشي لا كوب دالجيري كاين دي جوور اللي جابوهم فرق من القسم الاول. علاش جابوهم؟ باسكو لعبوا كونتر على هذاك الفريق، فريق صغير وكان ماشي كاس جمهوريه ما يشوفوش يلعب. صحيح لابونسونتر تاع المولود هذا هضرت عليه انا جو فيز اليزيون صحيح. دونك كيما قلت لك دون لوبورتينيتي تاع تو الموند اي سي تو الموند كي بو بوستولي على في الفرصه للبروز، يعني والكاس عندها طعم وعندها خاص. عندها نشوه خاصه. محمد ديوبي حتى بالنسبه للحكام، يعني الحكم اللي يتمنى انه على الاقل في مشواره الرياضي يكون عنده نهائي كاس الجمهوريه. نعم بالنسبه للحكام كذلك مثل اللاعبين ومثل المدربين الى غير ذلك، لانه النهائي تاع كاس الجمهوريه يعني نهائي ماذا به الحاكم ثاني يدير النهائي هذا. وبالنسبه للتعيينات تاع الحكام اللي يديرون النهائيين هذو او النهائيات على اساس التقارير تاع المراقبين، يعني خلال الموسم الرياضي صراحه كامل. يعني تعيينات اختيار الحكام في النهائي ما تكونش في اعتبارات اخرى، يعني هذا من اختصاص اللجنه المركزيه للتحكيم هذا هذا من اختصاص اللجنه المركزيه للتحكيم اللي تعين على اساس
لحد الان تقارير المراقبين يعني هل كل النهائيات يعني حكمها حكام يعني في المستوى المطلوب؟ ما عدا السنه الماضيه يعني ما خداش بعين الاعتبار التقارير تاع المراقبين لانه البطوله الكاس النهائي لعب قبل ما تنتهي البطوله الوطنيه. طيب بالنسبه للعلاوات تاع النهائي يكون خير من البطوله ولا تقريبا نفسها؟ نفسها ما كاينش. احكي لي علاش الحكم كيصفر نهايه المباراه يروح يجري عقب الكره كون يسيب واحد ما يديها له؟ ايه باش يديها ويزيد في اضافه هذا يديها لرئيس الجمهوريه يمضي عليها يخليها كسوفينير كما يقولوا عنده. نعم هذا هو. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله التوفيق لكل الانديه ونذكر بانه فيه ثلاث مباريات ممكن تعلقوا